مرحبا يا حلوين، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم راح نرسم بورتريت الاطفال الحلوين، وراح نستخدم الالوان اللي هو البرتقالي والاسود والماروني والازرق والجوزي والاوكر الخردلي نسميه والاصفر والابيض. يلا بعد ما انا خططت الموديل راح نرسم الوجه، يكون على شكل مثلث، العين والأنف والفم حتى نجيب الشبه. طبعا بحافة العين تصير ويا حافة الفم، وراح تصير على شكل مثلث الوجه. وأنا سابقا شرحت على الانستغرام، نزلت بالستوريات، أو يكون على شكل خطين للعين وخط للأنف وخط للفم. دائما يكون بين كل عينين عين ثالثة حتى تكون المسافة مضبوطة. راح نبلش نمزج الألوان. شوفوا هنا أنا نسيت أن أبلل اللوحة، راح أرجع أبلل اللوحة على مود أقدر أشتغل، لأن أنا أشتغل بالأكريليك مو بالزيت. ممكن تنطون طبقة لون للفريم كله، الأوكر أو الجوزي أو أي لون اللي أنتوا ترغبوا تشتغلون. أنا أشتغل بهالطريقة. راح امزج لون البرتقالي والاحمر شويه ويا الابيض، وراح املي المساحات. بالبدايه لازم اول شيء نشتغل على البناء. البناء شنو هي؟ ملء المساحات، لان الفريم اللوحه خلينا نقول تاثر على البياض على العين، بياض يعني هي بياض اللوحه تاثر على العين. راح املي المساحات. هنا دا اشتغل الظل والضوء، لازم حتى نطلع الشبه وتكوير الوجه لازم نشتغل نركز على الظل والضوء. هي اللوحة عبارة عن ظل وضوء بالدرجة الأولى. إذا تردون تطلعون شبه كلش النسب والضبطون الظل والضوء. شوفوا هنا أنا حتى أطلع تكويرة الجبين أو الوجه، أطلع الأماكن العميقة والبارزة. الأماكن العميقة أشتغل بالظل مثل ما تشوفون. الظل نمزج ألوان الأحمر والأخضر والأبيض أو الأزرق. أنا هنا استخدمت الأزرق، ينطيني لون البنفسجيات، وأخلي وياه شوية الأوكر. نمزج ويا الأبيض، لكن نستخدم الأبيض بتون كلش قليل جداً. هنا راح اشتغل الحواجب، اخلي اساسيات خفيفة، ودائما ايدكم تصير باللوحة بشكل عام. راح اركز على العين حتى لضي من عندي التخطيط اللي انا خططته. راح اشتغل بالبداية مثل ما قلت لكم، راح نشتغل على البناء، يعني ملء المساحات، ملء المساحات. بعدين نجي مرحلة التكوين، وراها نجي مرحلة التفنيشة، نشتغل التفاصيل الدقيقة حتى نجيب الشبه. شوفوا هنا مدى أشتغل أسود وحدة، لا لأن اللوحة تصير خلينا نقول وسخة أو فحمية، لا راح أشتغل أمزج هنا الأحمر والأزرق وأشتغل ويا الأسود، وأضيف ويا شوية نسبة قليلة من الأوكر، وأشتغل الأماكن الغامقة. أكو أماكن ممكن تكون البني أو الجوزي، إحنا نسميه البني أو الجوزي. راح نمزج الأحمر ويا الأخضر، أو راح أمزج الأسود ويا الأوكر وشوية خلي وياه أحمر حتى نطلع لون البني. هو اللون البني ممكن نطلعه من الأخضر والأحمر أو البرتقالي والأخضر، لكن أنا هنا الأخضر ما استخدمته ويا الألوان اللي عرضتها عليكم، استخدمت فقط الأزرق للأماكن أماكن الظل. أخلي وياها نسبة أوكر، كل شيء تخلون وياها نسبة أوكر أو الأصفر حتى تصير عندنا هارمونية اللوحة. هنا تشوفون مثل ما هذه، طبعا ماكو شيء بياض، يعني صحيح نقول بياض العين، لكن ماكو أبيض نقي 100% إلا أماكن اللمعة أو الأماكن البارزة جدا اللي عليها إضاءة كلش قوية، إلا نستخدم الأبيض وحدة، وإلا ما نستخدم. يعني شوفوا هنا بياض العين ما نستخدم الأبيض وحدة، مثل ما شفتوا بللت الفريم صار عندي اللون الأبيض باللون شسمه. شوفوا هنا دا أركز على أماكن الظل،
لازم لازم إذا تردون تجيبون نسبة الشبه، لأن أكو هواي يسألوني قالوا إحنا ما نقدر نجيب نسبة الشبه، لازم تركزون على النسب والظل والضوء. النسب تقدرون تشتغلوها إذا تشوفون نفسكم مو كل شيء، كل شيء تجي بالممارسة. تقدرون تشتغلوا على طريقة المربعات، أو مثل ما شرحت لكم تسوون المستطيل للعين وخط للأنف وخط للفم، أو تكون شكل مربعة مثلثة عفوا. هنا شوفوا ايدي دا اشتغل بكل الوجه، هذه مثل ما قلت لكم للاماكن اماكن الاضاءة نشتغل الاصفر والبرتقالي والاحمر ويا الابيض، او اذا نستخدم الجوزي اللي اني حاطته نسبة قليلة جدا ويا الاحمر ويا الابيض حتى نطلع لون البشرة. شوفوا هنا أنا دا أركز على الظل، راح أصير إيدكم كل اللوحة حتى تطلعون الأماكن البارزة تشتغلون بالضوء. هنا شوفوا عندنا الأنف وتحت الحاجب والجبين والخدود، لازم هاي نشتغل نركز على الإضاءة. هنا لازم حتى لا تعكس على عيني، ايش راح اشتغل؟ راح تكون ايدي باللوحة كلها ككل، راح اشتغل بالشعر. شلون راح اشتغل بالشعر؟ راح اشتغل املي مساحات، المساحات ما راح اشتغل تفاصيل بالبداية، لا راح املي المساحة، مساحات الاماكن الظل راح تكون غامقة، راح اشتغل اللون الغامق مثل ما قلت لكم الاسود ويا الاحمر وال أزرق. أنا هنا استخدمت الألوان الغامقة الأحمر ويا الأسود والأزرق. تقدرون تمزجون وياه شوية قليل من الأوكر. أكو أماكن الإضاءة بالشعر تخلوها، ما تخلون الأسود، تخلون ألوان الفواتح مثلا. هنا اشتغلت البنيات وراح تكون ايدي باللوحة كلها. هنا اشتغل بالرقبة، راح اركز على الظل. دائما اقول لكم شوفوا الظل والضوء، الظل والضوء، هي اللوحة عبارة عن نسب والظل والضوء والانشاء. الانشاء يعني الموضوع، يعني المكان، يعني النسب اللي تسووها باللوحة. راح نشتغل هنا مثل ما تشوفون إذن الاماكن اللي بيها ظل، يعني أكيد كل وجه أو مثلا البورتريت من ترسموه أكو أماكن عليها ظل أكو أماكن عليها ضوء. هنا دا أركز على الشعر، شوفوا هنا دا أستخدم، أكيد تلاحظون هنا لون البنفسجي بالشعر، لأن هاي المنطقة تصير جو الحنج يصير عليها ظل، فهنا اشتغلت نسبة أكثر الأزرق والأسود. وهنا لازم اشتغل بالخلفية حتى اشتغل بتفاصيل الشعر. راح اشتغل بالخلفية، دائما تشتغلون بالخلفية، يعني هسه الخلفية للبورتريت للشخص وبعدين يجي الشعر فوق الخلفية، يعني ما يصير اشتغل بتفاصيل الشعر وبعدين اشتغل بالخلفية، لا اشتغل بالخلفية وبعدين راح اشتغل بالتفاصيل. هنا راح تشوفون مثل ما دا تشوفون اشتغلت بالخلفية اللون الأزرق، ودا أضيف نفس اللون موجودة بالفرشة، دا أضيفه مثلا على القميص هنا على الملابس على الشعر حتى تصير عندي احنا باللغة مصطلح الفني نسميه هارمونية اللوحة، يعني حتى تصير اللون بكل ركن، ما يصير بجزء معين، حتى تصير باللوحة كلها. هاي نركز عليه، هارمونية اللوحة كلش ضرورية. مثل ما تشوفون هنا تلاحظون الأماكن الغامقة دا أشتغلها مثل ما قلت لكم، راح أعيده الأحمر والأسود والأزرق. تقدرون تضيفون وياه شوية لون الأوكر إذا تردوها على جوزيات، وإذا تردوها أغمق ما تخلون الجوزي، فقط الأزرق والأحمر، تضيفون شوية نسبة قليلة جدا من الأسود. تلاحظون هنا دائما كل إضاءة وراها تكون ظل. شوفوا هنا الإضاءة أكو على الإذن، راح أشتغل تحت الإذن أكيد راح يصير ظل، اشتغلت بلون غامق. راح أشتغل بالخلفية، راح أنطي لون طبقة مي حتى أقدر أشتغل أضيف لون، تمام مثل ما تشوفون. هاي هسه انطيت طبقة كاملة للخلفية، وراح اصير ايدي بكل اللوحة
أوكي هنا دا أشتغل، هسه دا أشتغل على التكوين. بالنسبة للبنية هسه دا أشتغل الطبقة الثانية التكوين، راح يعني وراء الملئ ما مليت المساحة، يعني غطيت طبقة اللوحة، راح أشتغل بناء وراء البناء التكوين، يعني نضيف لون، طبقة من اللون حتى لا تصير فلات. تشوفون مثل ما تشوفون ايدي راح تكون بكل اللوحة. واشي تحتاجون انتو تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات اقدر اجاوبكم عليها. يعني شوفوا دا اشتغل هنا بالشعر، وارجع على الحواجب، على العين، على الاماكن الظل، تمام مثل ما تشوفون. هنا راح ارجع اشتغل بالموديل الثاني. هنا ما خلصت البنية، يعني بقى عندي التفنيشة، راح اشتغل بالموديل الثاني همين على مود ارجع اشتغل يكونون نفس المستوى، لي أثر على العين. يعني عندي هناك بياض وهنا عندي لون. مثل ما قلت لكم انا ما راح اشتغل بالولد كامل، بس راح اشتغل قدامكم. شوفوا هنا اضافة اللون الاوكر والبرتقالي ويا الاحمر شوية ويا الابيض. هاي بالنسبة لالوان البورتريت. اول مرة خليت طبقة كاملة على الوجه حتى لا اضيع النسب اللي اني اشتغلت بيهم. راح اشتغل بعدين بالحواجب والعين والانف، يعني شوف حتى اجيب تكويرة الوجه راح اشتغل بالظل، راح نركز على الظل مثل ما قلت لكم، الظل والضوء، الظل والضوء من اهم شيء اي لوحة ترسموها مو فقط البورتريت. بعد ما مليت المساحة مثل نفس الطريقة اللي اشتغلتها بالبنية راح اشتغل بالملابس. راح اراويكم شلون راح نشتغل. لازم شوفوا هنا البلوز عند الطفل لابس، شوفوا هنا دا استخدم الاحمر تونات، ما راح استخدم تون واحد احمر حتى لا يصير عندي طبقة فلات، قطعة واحدة. عندي أماكن شوفوا هنا الظل وهنا الضوء، هنا هاي الأماكن اللي عليها إضاءة راح تكون الحمار مالته على لون البرتقالي، راح أمزج ويا البرتقالي الأحمر ويا البرتقالي. وعندنا الطبقة الوسطى اللي هي الحمار، والطبقة اللي عليها الظل راح أمزجه ويا لون الأخضر الأزرق أو الأسود. هو اللون الظل الأحمر يكون أخضر، لكن أنا هنا ما استخدمت الأخضر، ركزت على بما أنه اللوحة عندي بنفسجيات فاستخدمت الأزرق. شوفوا هنا راح أضيف إضاءة. دائما أنا شرحت بأحد المواضيع اللي تابعوني ألوان شون الألوان الحارة هي الأصفر والبرتقالي والأحمر، لازم تستخدمون السلم، يعني التونات باللون. هنا شوفوا دا أضيف الإضاءة راح يكون عندي اللون البرتقالي صارخ بالصفحة، وبالوسط يكون اللون الأحمر، والظل أضيف الأزرق وشوية نوعا ما من الأزرق ويا الأحمر، وأمزج ويا قليل جدا نقطة أسود وخليها على الأحمر حتى أطلع الظل. هنا راح أشتغل بالركبة، الركبة بديج الصفحة يكون عمق، لازم من أطلع العمق راح أرسم ألوان الظل. ألوان الظل مثل ما قلت لكم هو تقدرون تستخدمون الأخضر أو الأزرق أو البنفسجي. أنا هنا عندي لون البارد هو شنو الأزرق، فهنا دا أشتغل الأزرق ويا الجوزيات، لأن اللحمي لون البشرة اللي هو أوكر أو الجوزي أو الأحمر، تمزجوا كله ويا الأبيض وتضيفوه على هذا الجزء الظل. راح أشتغل هنا تفاصيل القميص. القميص عندي مقلم أكيد الأبيض، صحيح إحنا نقول أبيض، كل أبيض ب مش اسمه همين، أكيد كل أبيض بظل وضوء. الظل مالته راح يكون بنفسجيات فواتح، قلنا لكم سابقا اللي ما شايف الموضوع الالوان اللي شرحت عنه بالموجود باليوتيوب تقدرون ترجعون عليه. شرحت لكم البنفسجي شلون نطلعه، نمزج الاحمر ويا الازرق ونضيف ويا الابيض ينطينا تون البنفسجيات.
ممكن تفتحون وتغمقون بالأبيض أكيد. أنا راح أشتغل حتى أطلع القميص إنه هو مقلم، راح أشتغل تفاصيل أكيد. هنا هذا الياخة من هالصفحة بارزة أكيد، تحت هاي الياخة راح يكون ظل، راح أركز عليها. تركزون دائما على الظل والضوء. شوف دائما أقول لكم راح أعيد هذا الشيء دائما دائما، لأن أكو حتى أكو المبتدئين يدزولي لوحاتهم، دائما أقول لهم تردون تطلعون شبه، تردون تتقوون بالرسم، ركزوا على الظل والضوء لأن هي أساس كل لوحة أو كل رسمة. راح اشتغل هنا مثل ما تشوفون، اكيد الخطوط بيها من اماكن غامقة واماكن فاتحة. ليش؟ لان بيها الظل والضوء اكيد. هنا بعد ما اشتغلت بالياخة اشتغل كلها، اكو اماكن راح اضيف لها ظل لان منها صفحة تكون عليها اضاءة. هنا من تحت موجود بيها ظل، راح اركز عليها تحت الياخات. أرجع مرت اللوخ الملت بعد ما سويت مرحلة البناء، أرجع مرت اللوخ حتى أفنش أشتغل بالتفاصيل. شوفوا رجعت مرت اللوخ على الظل، دا أضيف بنفسجيات، أنا دا أضيف بنفسجيات ويا اللون البشرة اللي هي البرتقالي ويا الأبيض أو الجوزي الفاتح ويا الأبيض ويا البنفسجي، دا أخلي أماكن الظل. شوفوا هنا أشتغل ظل، أرجع أشتغل ضوء حتى أطلع المنطقة البارزة. شوفوا هنا الخدود، لازم أشتغل الظل حتى أطلع بروز الخدود، لأن الخد بارز، عندنا الأنف بارز وتحت الحاجب بارز والجبين والحنك، هذا كله بيها بروز. شوفوا هنا دائما حتى لا يصير طبقة عندي فلات، دا أشتغل بال ظل والضوء، دا أركز يعني ورا ما رسمت الولد. راح أرجع هنا التفاصيل، اشتغلت بالتفاصيل. أي سؤال عندكم تقدرون تكتبوا ليها بالتعليقات، أنا أجاوبكم عليها. أي شيء حتى تقدرون تدزولي أعمال اللي تشتغلوها، أنا أنطيكم ملاحظات عليها. فيديوهات اللي أنزلها أتمنى الكل يستفاد من عندها بدون مقابل، أحب أفيد غيري، صدقة جارية. يعني ربما يعني إحنا واحد ما يبقى يفكر في فعل الخير، هذا أبسط شيء إنه أسويها دورات، إنه أعلم رسم بهاي الطريقة. طبعا هاي المرحلة مو للبدائيين اللي من الصفر، بس ممكن يعتمدون عليها اللي يردون يبدون من الصفر. يعني لوحات التقليد اكو هواي يقلدون لوحات، ما انصحهم، لكن لوحات التقليد تفيد بشي، علمكم شلون تطلعون اللون. ورا ما اشتغلت تفاصيل البشرة والوجه راح ارجع مثل ما دا تشوفون أشتغل تفاصيل الشعر. ممكن تستخدمون الفرج الدقيقة اللي يكون رقمه صفر صفر أو صفرين أو رقم واحد، دا أشتغل بالشعر. شوفوا أنا أشتغلت بالخلفية، وراها يلا أقدر أشتغل بالتفاصيل الشعر. هنا دا أشتغل بشعر الولد، لازم أطلع أماكن الإضاءة واللمعة اللي على الشعر، طبعا ما تستخدموها طبقة كاملة. هنا كملت اللوحة، ورا ما كملت اللوحة هنا تشوفون استخدمت الطبقة الواقية والحماية من البيئة من الرطوبة من الحرارة حتى تدوم اللوحة أكثر، وهاي النهاية بهالشكل صارت طلعت اللوحة. أتمنى عجبتكم وتدعموني بلايك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل منشور من عندي. ألف شكر للمتابعة، أتمنى عجبتكم، أتمنى استفاديتوا. أي سؤال تقدرون تكتبوا لي بالتعليقات. كانت وياكم ابتهال الخالدي، تحياتي إلى فيديو جديد آخر، تحياتي لكم، مع السلامة، باي باي.